السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير المهلبية بالحليب والليمون. غادي نحتاجو 250 مليلتر ديال الحليب بارد اي رابعة، عندنا جوج معالق كبار ديال السنيدة او على حساب الضوء، وعدي جوج معالق كبار ديال النشا او المايزين. غادي ناخد كاسرونة غادي ندير فيها الحليب، النشا، وجوج معالق كبار ديال السنيدة. غادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نديرو فوق البوطة حتى كيعاد لينا الخليط عاد باش كنحيدوه. من بعد ما تقال ولا بحال هكا غادي نخويه في الكيسان، وغادي ندخلهم للثلاجه واحد 10 دقائق تقريبا على ما يجمد لينا ونخرجوه باش نديرو الطبقه الثانيه ديال الليم. دابا غادي ندوزو نوجدو الطبقه الثانيه اللي هي 250 مليلتر ديال عصير الليمون، وعندي جوج معالق او على حسب الضوء ممكن اكثر ممكن اقل ديال السكر، وجوج معالق كبار ديال النشا او المايزين. غادي ناخد كاسرونه غادي ندير فيها عصير الليمون او البرتقال، نزيد عليها النشا، نزيد عليها السكر السنيده، هذا نخلطو مزيان ونديرو حتى هو فوق البوطه حتى كيعاد شويه باش كنحيدو. صافي خليت الليمون حتى هو ولا بحال هكا، وخليت المهلبية ديال الحليب خليتها جمدات غير شويه، وغادي نخوي فوقها المهلبية. من الافضل ناخذ معلقه ونخويو بها باش كاع باش الا خوينا ما تطعمش لينا هاد الحليب اللي درنا. المهلبية ديالنا وجدات، زينتها بقطع ديال الليمون، وكنتمنى تعجبكم بصحة وراحة.